زي ما شفنا الجوينت دي عبارة عن سينوفيال هينج فرايتي، يعني ليها محور واحد افقي هنا، فمادام ليها محور واحد افقي يبقى ملهاش التو موفمنت. الارم اهو لو ارفعه كده، اما اجي هنا ادي الارم اهو، اجي والفور ارم اهو، اما اعمل فليكشن للفور ارم كده على الالبو جوينت ده اسمه فليكشن. لما افرد الفور ارم وانزله تحت يبقى ده اسمه ايه؟ اكستنشن. يبقى ده فليكشن وهنا ايه؟ اكستنشن. يبقى it is a hinge joint. The only movement are flexion and extension. The flexion بيتعمل بمصل اسمها البايسبس والبراكيالز هنا، والاكستنشن بيتعمل بالايه؟ بالترايسبس اللي ورا والانكونس. يبقى ما بيحصلش على الجوينت دي الا فليكشن واكستنشن، والفليكشن يعملها البايسبس والبراكيالز، والاكستنشن تعملها المسلز اللي في على الباك اوف ذا فور ارم، او المسلز اللي على الباك اوف ذا ارم اللي هي الترايسبس، واحده تحت صغيره كده اسمها ايه؟ البراكيالز، اكستند على الباك، موجوده على الباك اوف ذا الالبو ايه؟ جوينت. يبقى ديت اللي بيسموها الاكستنشن والفليكشن اللي هم الموفمنت اوف ذا الالبو جوينت.